في 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 حضرتك مسكنا مرض؟ ايوه يا ابني. ما شفتش جمال الجبالي جه هنا من شويه؟ لا ما شفتوش. وما تتعبوش نفسكم وتقعدوا تخبطوا لان ما فيش حد جوه اصلا. ووالده نقلوه المستشفى من ساعه اللي حصل. انت متاكد من الكلام ده؟ انا بقول لك اللي انا اعرفه. انت ومحروس تمسكوا المربع كله. تمام. خلي بالكوا كويس. يلا يا رجاله. مساء الخير يا فندم. لتاني مرة تفشل عملية تصفية جمال. بس المرة دي ايه بقى؟ هو بره وبيتحرك براحته ومعاه مستندات ما احناش عارفين هي ايه. ده غير انه ممكن يكون بيجهز لعملية امتى وازاي، الله اعلم. واحنا قاعدين نتفرج على بعض. مش كده يا علي؟ قول لي، انت مخبي عليا حاجة؟ أكيد لا يا فندم. امال ليه حاسس ان انت ما انتش موجود معانا وانك بتقدم رجل وتاخر رجل؟ يا فندم انا ضد تصفيه جمال، كنت ضدها في المره الاولى وحضرتك اصريت وفشلت، وكنت ضدها في المره الثانيه. امال ليه بلغتني بخطته مع بوبو وما تقوليش انك مش عارف ان ده طريقتنا؟ مع اللي بره الدايره يا فندم ممكن، لكن مع جمال ما ينفعش. سعادتك عارف من هو جمال الجبالي وكفاءته وقدرته على التعامل مع المواقف. ده غير ان تصفيته لا يمكن هتبقى نهايه للمشكله، دي ممكن تبداها. خلاص يبقى نسيبه بقى يعمل اللي هو عايزه، والقياده والاعلام والراي العام هيسيبوهم كمان ويسامحوا، صح؟ مش بالتصفيه يا فندم، مش بالتصفيه. جمال ما يستحقش ده مننا، ده غير اننا مش هنعرف نعمله معاه اصلا. وقصة فشل وإهمال جديدة بتضاف لدفتر حواديت الفشل اليومية، من حوادث التفكير لحوادث القطارات لانهيار العمارات. يلا حدوتة ورا حدوتة. المصريين من الساعة 3 عصر النهاردة وهم بيحكوا يتناقلوا الأخبار والتعليقات عن الأسطورة الجديدة جمال الجبالي، اللي في عز النهار زي ما قلت لحضراتكم قدر يهرب من الحراسة المكلفة بتأمينه وبكل براعة. سؤالنا لضيفنا اللي هيبقى معانا بعد الفاصل هو، هل ده عائد إلى أننا أمام مجرم مؤهل بقدرات قتالية معينة؟ ولا هي لعبة جديدة يلعبها معانا جهاز الأمن للتغطية على أزمات فادحة تمس أمن المواطن اليومي؟ هنناقش الإجابة على السؤال بعد الفاصل، والفيديو الحصري لهروب جمال الجبالي واللي صوره أحد المواطنين. ابقوا معانا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو الاكل ما عجبكش ولا يا استاذ جمال؟ لا تسلم ايديك يا اسماء. جبت لي التليفون؟ اه طبعا، اتفضل حضرتك اهو. شكرا. بس انا عارفه ان انا ماليش الكلام اللي هقوله ده، بس ما تزعلش مني يعني، سيبك اللي يقول يقول. انا عارفه الدنيا كلها مقلوبه على حضرتك، بس ربنا قادر يعدلها ان شاء الله. ابعد انت بس بنفسك عن المشاكل. لو المشاكل هي اللي بتيجي عندنا نعمل لها ايه؟ اصبر اصبر، ده الصبر جميل قوي يا استاذ جمال، بس انا خايفه على حضرتك قوي. ما تخافيش يا اسماء، اللي حصل ده مش هيخلص كده في يوم وليله، لازم اتحرك عشان اخلصه بنفسي دلوقتي. استنى شويه، ده انت لسه خارج. خارج من زوايا الكلام، اسمها هرطان والف عين بتدور عليا. بس عشان خاطري والنبي خلي بالك من نفسك، عشان خاطر ابنك سليم. ماشي. طيب انا هقوم اعمل لك الشاي واطلعه لك حال. يا اشرف انا جمال. أنا كويس تمام، بتلاش دلوقتي عايز أشوفك حالا. فاكر الجامع اللي بنصلي في العيد كل سنة؟ أيوة، قابلني هناك بعد ساعة. طب يا ريت بس هو يتجنن ويعملها ويجي، والرجالة كانوا خلصوا عليه ونبقى عملناها بجميلة للأمن. أنت بتهزر يا كومي؟ بقى أنا بقولك قلقانة تقولي يا ريته يجي هنا؟ يا حبيبتي اللي زي ده عارف ومتأكد إن الأمن هيرصده في أي مكان هيتوقع ظهوره فيه.
بالبلدي كده من مصلحته انه يبعد ويهرب مش انه يجي ويقرب، فهمتي حاجه؟ لا والله. وعلى اساس ايه بقى ان شاء الله الامن هيتوقع ان هو هيجي هنا؟ ازاي بقى؟ مدير الامن بنفسه كلمني، الراجل كان بيستاذن يبعت لي قوه من المباحث عشان يخلصوا الفيلا من بره. بجد؟ اذا كانت طليقته وام ابنه عايشه هنا وابنه كمان مشرفنا هنا، يبقى في حساباتهم بقى ولا لا؟ يا حبيبتي رواقي رواقي، عمره ما هيفكر يجي هنا، صدقيني. لعمل بقى، مش ده الموضوع اللي المفروض يشغلنا دلوقتي. انا فكرت في الكلام اللي انت قلتيه لي ولقيت تقريبا ان ده احسن حاجه ممكن نعملها في الوقت الحالي. مش تقريبا يا بيه، ده اكيد. كل الكبار بيطلعوا فلوس من بره، انت بس اللي قلبك ضعيف حبتين. وانا ليا مين بقى يا بنورتي السحريه تقولي؟ ماشي، بس الاهم من ده كله بقى ان احنا لازم نلاقي حد بنثق فيه يطلع لنا الفلوس بره. انا لقيت الحد ده، واحد كان بيشتغل مدير جمارك في مطار الغردقه، هو خرج من خدمه لكن عارف السكك وعنده بيساعدوه. كويس، عرفت هياخد كام؟ 5% على التوتال. مش كتير، اديهم له. انا قلت كده برضه. واعمل حسابك بقى في 5% التانيين. ها ده ايه بقى ان شاء الله؟ اخسى عليك بقى، اللي رسمت وخططت لكل ده هتنسى حقها؟ بنورتي السحريه تاخد 500% وانا ابقى راضي. ايه يا مدير؟ ها خلصت؟ ليه؟ انجز عشان عينيه تبقى في وسط راسه بعد كده الكلب. يلا بالسلامة. مين ده؟ واحد كده بنربيه. واحنا كنا بنقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حرم على مولانا. كم إن شاء الله خير. معانا واحد عليه طول وعاوزينك ترقيه عشان تطلعه من عليه. اللهم احفظنا. راح فين؟ لسه بدري حتى يبقى عيب عليه. عشان تفتكر. برايا يا شوقي، لتاني مرة يفلت منكم. علي يصلح غلطته ويجيب معلومة كويسة وانت تبوظها، أنا مش عارف. انتوا ما حدش فيكم عارف يخلص شغله صح ولا إيه؟ يا فندم أنا قلت لسعادتك إن الطريقة دي مش هتجيب أي نتيجة مع جمال. لكن سعادتك اللي أصريت إن احنا نجرب. وأهو حصل اللي أنا توقعته. جمال يا فندم عنده سرعة بديهة وذكاء تفوق الكل. وسعادتك عارف كده كويس. عشان كده ما ينفعش أبخته في ميكروباص مقفول، لانها مش هتجيب معاه اي نتيجه. لكن ملحوقه سعادتك. ملحوقه ازاي؟ اذا انتم متصورين ان هو بطل خارق ولا يمكن تصفيته بالطريقه المعتاده. جمال يا فندم محتاج يحس انه مطمن. يعني بدل ما نحسسه ان احنا ضده نحسسه ان احنا معاه. يعني الخطه البديله. وايه هي الخطه البديله ان شاء الله؟ تحريات المباحث سعادتك وضبط محضر سيد هلال اتظبطت كلها. يعني المعلومات القديمه اتشالت وتحط مكانها معلومات جديده. وبتأكد وجود قنابل يدوية الصنع ومؤقتات تفجير في بيته. وهتبقى تقريبا يا فندم بنفس طريقة إعداد القنبلة اللي اتوجدت في الكنيسة. بالشكل ده يكون هو المتهم الرئيسي والوحيد. ونبقى محينا أي حاجة تدين جمال. وبكده يطلع منها. وأنت بقى متصور إن جمال هيصدق إن هو كده بقى بريء ويرجع كل حاجة عادي. يا فندم هو هيطلع براءة بجد سعادتك. بعدين مفيش حاجة هترجع عادي يا فندم. بس كفايه ان جمال يحس انك عملت اللي انت وعدته بيه وطلعته بره الموضوع. جمال مش هيفرق معاه ان هو يطلع براه، وانا عارف ده كويس. جمال عايز يعرف اللي حصل ده حصل ليه؟ لان جمال ما وقعش نتيجه اهمال. جمال وقع نتيجه وشايه، وهو ده اللي هو عايز يعرفه. ومش هيهدى له بال ولا يطمن لنا الا لو جاوبناه وقلنا له مين اللي وقعه بالطريقه دي. ساعتها يا فندم هنجهز له الاجابه اللي تريحه وتريحنا كلنا. جمال كويس؟ لسه بدري على إجابة السؤال ده يا أشرف. معلش، مع إن اللي حصل ده أكبر غلط. ما كانش ينفع تهرب يا جمال، إحنا كده بنضيع أقوى فرصة لينا. أنا عايز أعرف دلوقتي
في حد غيرك انت وبوبو كان عارف الاتفاق اللي بينكم؟ لا مفيش، بس ده بني ادم غبي وكان هيودينا في داهيه بثقته الزياده دي، وبعدين انا ما كنتش فاهم انها قصه هروب يعني. مش مهم دلوقتي. ابويا عمل ايه يا اشرف؟ ابوك كلمني النهارده الصبح بعد اللي قراه في الجرايد. بيني وبينك حالته مش عجباني وعمال يسال اسئله كتير. عايز يفهم. بس مش هو لوحده اللي عايز يفهم. انا كمان عايز افهم. معلش. هتفهموا كل حاجه. بس كل حاجه بوقتها. وقتها؟ يعني وقتها؟ انا ذاكرت ملف قضيتك كويس وفجاه لقيت نفسي ولا عارف انا جاي منين ولا رايح فين. وساعدتك على الهرب. بعتني البوبو ده وانا زي الحمار ولا فاهم حاجه. يعني واحد زي بوبو ده عارف عنك حاجات انا ما اعرفهاش. يا اشرف اسمع. مفيش يا اشرف اسمع. يا جمال لازم تقول لي. يا اخي انا معاك مش عليك. الحكايه بدات من كذا سنه. احنا اطلعنا على ملف خدمتك بدءا من دخولك الكليه مرورا بخدمتك في الامن المركزي واداره المفرقعات والعمليات الخاصه واخيرا جهاز امن الدوله. باختصار انت كنت تحت الرصد الفتره اللي فاتت دي. الغرض كان المفاضله بينك وبين بعض العناصر عشان نحسم الاختيار. حادثه السجين اللي مات وانت بتحقق معاه واللي احنا عارفينه انه انتحر بجرعه حبوب مخدره اتسببت له في هبوط حاد في الدورة الدموية كانت هي مفتاح اختيارك. يعني سعادتك كنتوا عارفين كل حاجة وعارفين مش أنا اللي موته. أكيد. طب معلش أنا ينفع أعرف السبب إن أنا اترفدت عشان؟ زي ما قلت لك حادثة زي دي كانت هي مفتاح اختيارك. كون إنك تتحمل التشهير بسمعتك كظابط وتتحمل فصلك من الخدمة من غير ما تفشي أي أسرار تخص شغلك أثبتت لنا لك الأنسب بالنسبة لنا، لأنه توافر فيك أهم عنصرين، التحمل والكتمان. ولو ما كنتش تحملت واتكلمت؟ كنا رجعناك شغلك تاني ودورنا على أي حد غيرك. اسمع يا جمال، أنا بعرض عليك إنك تنضم لجهاز أمني سري. الجهاز ده دوره إنه يقوم بمهمات تحت إطار السرية والكتمان. المهمات دي ممكن تبدو لأي حد إنها ضد مصلحة البلد. أنت نفسك ممكن تتخيل إن هي عمليات إرهابية عنيفة لأنه هيقع فيها ضحايا كتير ودم. الضحايا دول ممكن يكونوا ضباط زمايلك، ممكن يكونوا مواطنين عاديين. أنت تكتشف فيما بعد إن فيهم حد من أهلك، مراتك، سليم ابنك مثلا. وفي كل مرة هتنفذ فيها عملية زي العمليات دي هتحس إنك مجرم وقاتل وتحس إنه عار عليك وعلى تاريخك كظابط. لكن لو دققت وركزت في أي عملية هتقوم بيها هتعرف وتتأكد إن هي وطنية بامتياز. في حالة موافقتك هتسافر بعثة لأمريكا تقعد فيها 3 شهور تاخد فرقة إعداد، وبعد ما ترجع نكتب لك الشركة دي باسمك تمارس فيها نشاطك كستار. أهم حاجة إن أقرب المقربين ليك ما يعرفوش أي حاجة عن حياتك الجديدة حتى مراتك. بس أنت عارف إن أي حد بيجي قدام مراته ما يعرفش يخبي. عندك أسئلة؟ لا يا فندم. بكرة الصبح تبلغني بقرارك، ولو ما أخدتش قرارك في الكام ساعة اللي جايين دول اختيارنا ليك هيكون خطأ. في الحالة دي محدش مننا هيعرف يساعدك. فكرة رغم اختلافك مع مراتك وانكم شبه منفصلين، لكن كان ظريف قوي اللي انت قلته. الواحد فينا والراجل منا بيجي لغاية الحكومة ويعترف. بس معلش يعني هو اللي كان متقال ده بجد؟ انت شايف ايه؟ لا انا مش شايف حاجة خالص بجد. وانا كنت عارف انك مش هتسأل اي سؤال زي ما انا متأكد انك هتوافق. علي الميري زميلك وصاحبك سبقك وانضم للجهاز وهو اللي رشحك، وانا شايف ان الترشيح ده في محله. انا اللواء منصور ابو العزم قيادتك المباشره.
هو ده كل اللي حصل. كل اللي قاله الراجل ساعتها اتنفس. كل العمليات اللي نفذتها حسيت زي ما قال لي بالظبط. انا مجرم قاتل وعار على كل اللي اتعلمته عشان ابقى ظابط واحقق امن للناس. بس كنت دايما ارجع وافتكر كلامه. هو الاكيد اللي بيحصل ده في مصلحه للبلد. مش مهم ان انا افهم. المهم ان انا انفذه بس. ايه اللي نفذته؟ حاجات كتير يا اشرف. حاجات اكتر من نفتكرها. حاجات بسبب وحاجات من غير سبب. حاجات للبلد وحاجات للناس بتحكم البلد. يعني كنت بتنفذ اوامر النظام. اثبت. الاثبات عندك. انا عندي حاجات كتير. حاجات اكتر مما اتخيل. بس المشكله ان الحاجات دي ممكن تثبت عليا التهم اكتر ما تبرئني. طب وانت ليه بتعتبرها تهم طالما كانت للنظام؟ طول ما هم فارضين حمايتهم عليك يبقى انت مع النظام. اول ما يسحبوها سجلك كله يتحول لتهم وجرائم زي ما حصل معايا بالظبط. طب وعلي؟ علي فين من ده كله؟ علي زي بالظبط. يمكن موقفه اصعب مني. ممسوك من رقبته مش عارف يعمل حاجه. لكن انا لسه عندي فرصه يا اشرف. طب مين الراجل ده؟ اسمه سامي زلط. اللواء سامي زلط. اللواء فيه انا معرفش غير ان انا متاكد ان ما اسموش كده. طب واللي اسمه ابو العزم ده ايه؟ ده اللي بيدير الجهاز. هو مش رئيسه الفعلي. ولولا ان انا متاكد انه كان في الخدمه ورحت له الوزاره كنت شكيت فيه. كنت شكيت ان هو تشكيل ارهابي واتورطت معاه. على فكره ده اللي صوته في التسجيل اللي زعته ليلى. انا عايز اقول لك يا اشرف ان انا كل اللي عملته ان انا كنت بنفذ اوامره بس. لان دي الحاجه الوحيده اللي اتعلمتها في حياتي. اخد اوامر واديها لغيري. وفي الحالتين لازم يتنفذوا وخلاص. ان موضوع الكنيسه اقسم بالله ما انا اللي عملته يا اشرف. انا مصدقك يا جيمي، بس ازاي وانت كنت هناك؟ اسمع اللي قلته لك لحد دلوقتي وخلاص. فكر فيه واستوعبه. انا قلت لك اول الحكايه. اخرها ايه انا معرفش، وده اللي عايزك تساعدني فيه. عايز اعرف مين اللي ورا كل ده وليه؟ عايز اسال الاسئله ما سالتهاش ساعتها. تقدر؟ اقدر طبعا. سليم اخباره ايه؟ سليم مع فريق اللي انت عارف. طب انا عايزك تروح لها. تقول لها اول ما ابويا يطلع من المستشفى تدي له سليم. طب لو رحت لها انت عارف هتقول ايه؟ عارف. عشان كده انا هاجي معاك. ايه؟ للاسف لتاني مره يخونك ذكائك يا زين، بس المره دي انا خايف عليك انت شخصيا من الخطر. كل ده عشان اسم ثروت زيتون جه في التحقيقات؟ طب ما انت فاهم اهو، يبقى ايه كان لازمته الكلام ده كله يتقال؟ هو كلامي سعادتك، دي اقوال الشهده. يا سيدي دي واحده غاويه شهره، ضحكت عليك وخدتك معاها في سكتها. من فضل سعادتك. زعلك كلامي قوي؟ طب ما الكلام اللي في التحقيقات ده هيزعلك اكتر. ألا. انت ناسي مين هو ثروت زيتون؟ ووضعه ايه في النظام؟ عشان تيجي واحده زي دي ايا كان من هي تجيب سيرته وتقول انها كانت متجوزاه؟ والله يطلع ينفي او ياكد، ده من حقه. وإذا ثبت إن كلامها غلط يتبع معاها الإجراءات القانونية. ده أنت بتطلع نفسك بره الحكاية بقى. يا فندم إحنا جهات تحقيق. يعني مالناش مصلحة تجاه أي طرف. لا ليك مصلحة يا زين. مصلحتك إنك تعيش باحترامك وتحافظ على هيبتك ومكانتك كرجل نيابة. وده هيفضل على المحك طول ما أنت مصمم على عندك ده ومش واخد بالك من اللي بيحصل حواليك. إيه بقى اللي بيحصل حواليا؟ المتهم اللي سيادتك بتحقق معاه هرب. ده بيأكد التهمة عليه. للأسف. سيادتك لازم ترجع لتحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائي اللي لسه واصلين من شويه، وبيأكدوا ان الجاني الاصلي هو سيد هلال، وده مات خلاص، يعني واحد ما عملش حاجه وهرب، واحد عمل ومات. تقدر سيادتك بقى تقول لي استمرارك في التحقيق ده هيفيد بايه؟ اسمع نصيحتي يا زين، قفل على الموضوع ده احسن. بعد اذن سعادتك. الو دكتور زيتون، الموضوع اتقفل معاليك. لا 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 لا، ما يكونش عند معاليك اي فكره. لا العافيه يا فندم، مع الف سلامه. صباح الخير. المقدم علي الميري سابقا.
وصاحب شركة النيروز للسياحة، وقبل ده كله صاحب جمال الجبالي وهمني أمر. وجوز منى خليف برضه مش كده؟ حضرتك طبعاً قريتي تحيات النيابة وعارفة كل حاجة. مستغربة إننا متقابلناش قبل كده. واو حصل. على رأي المثل كل تأخيرة وفيها خيرة مش كده؟ عندك حق، بس الكلام ده كانوا يتقابلنا في ظروف أحسن من دي، لكن بغرض البحث عن الحقيقة فبيبقى التأخير مش خير أبداً. خلينا نقول إن كل واحد فينا كان بيدور في ناحيته، ودلوقتي بنتفق نتعاون سوا علشان ننقذ إنسان إحنا متأكدين إنه ملوش أي ذنب في اللي حصل. متأكدين؟ منين جالك التأكد ده؟ أستاذ علي، أنا قريت التحقيقات وعرضت تسجيلات وقابلت ناس، ورغم كل ده مش قادرة أوصل لحاجة. مش لوحدك في الحيرة دي صدقيني، كلنا معانا أدلة ومفاتيح، لكن مش هنقدر نقدم دليل قوي إلا لما نلاقي جمال الأول. تلاقوا جمال؟ ده إذا أنتوا مش عارفين مكان أو هما يعني. مدام ليلى، أنا عارف العلاقة اللي ربطت ما بينكم، وجمال باللي حكوهولي عنك يهمه قوي يبرأ ساعته قدامك. قدامي أنا؟ وليه مش قدامك أنت؟ مش أنت صاحبه زي ما بتقول؟ ده سؤال تسأله له لما يتصل بيك ويطلب مقابلتك، ده غير إنه واثق في براءة جمال ولا يمكن أشك فيها. شوف يا حضرة المقدم سابقا، متصور إني هصدق إنكم مش قادرين توصلوا لحاجة غير لما تلاقوا جمال؟ ده على اعتبار إنكم مش عارفين أصلا مين جمال الجبالي وعمل اللي عمله دليل لمصلحة مين. متخيل إني هصدق إنك مش عارف حاجة وإني هوافق أتعامل معاك وأنا متأكدة إنك مش محتاج لأكتر من غطاء إعلامي بروي صورة الأمن والنظام؟ مدام ليلى من فضلك، أنت جاي تطلب مني أبلغك أول ما جمال يظهر ويخبط على بابي، بس قلتها بأسلوب شيك مش كده؟ لو أنت متأكد من براءة صاحبك كان أولى بك تستنى يجي لك أنت مش أنا. مدام ليلى، مقابلتي ليكي دلوقتي من خوفي على جمال والبحث عن الحقيقة مش أكتر، زي هدفك بالظبط. محدش يعرف اللي في دماغ جمال غير هو بس. أرجوك تساعديني، أنا عايز ألحقه قبل ما يضيع. بس المجرم لما قدرته بتفوق قدرة الأجهزة اللي بتطرده ما بيبقاش هدفهم القبض عليه، لا، بيبقى هدفهم تصفيته بس. وجمال في نظرهم مجرم مش عادي، وعمرهم ما هيسيبوه يتحول لأسطورة. فهماني يا مدام ليلى؟ أشرف حلبي. I have an appointment with Fariel. Please come in. Madam waiting for you. Thank you. تشرب ايه؟ سليم، سليم بابي انت بجد مش كده؟ ايوه حبيبي انا معاك اهو. جيت امتى يا بابي؟ خدني معاك ما تسيبنيش انا بليز. انا مش هسيبك ما تخافش. طمني انت عليك عامل ايه؟ كويس. انت عارف انا كنت فين؟
جدو قال لي ان انت كنت مسافر، بس انا عرفت انت كنت فين. مامي قالت لي ان انت كنت في السجن. بس انت عارف ان بابا مظلوم، مش كده؟ انت عارف ان انا كنت رسم لك صوره كبيره قد كده، وطول الوقت كنت بقعد اتكلم معاك، اقول سليم ده راجل جدع هيذاكر ويبقى شاطر وينجح، وانا لما ارجع هاخده نسافر نتفسح في كل حته. امال ليه سايبني هنا؟ خدني معاك. انا مش سايبك. انت اسمك سليم جمال الجبالي، ينفع اسيبك؟ اكيد ما ينفعش. مامي قالت لي ان انت هتسيبني خلاص ومش هترجع لي تاني. ما تسمعش كلامها، انا مش هينفع اسيبك. انا جاي النهارده عشان اقول لك انا مسافر فتره صغيره قد كده، وجده هيخرج من المستشفى ويجي ياخدك، ويقعدوا تلعبوا مع بعض لعبه العصابه من تاني. بس اوعى المره دي تسيبه يبوظ الخطه. ماشي؟ ماشي. كلام رجاله. كلام رجاله. قولي بقى، انت بتحبيني قد ايه؟ قد الدنيا دي كلها. يبقى تخلي بالك من نفسك ومن جده. اتفقنا؟ اتفقنا. اديني حب. مساء الخير يا استاذه. انت تاني؟ مش مكفيك اللي حصل لي بسببك؟ ايه اللي حصل لك؟ الناس عرفت انك تعرفي الارهابي؟ ايه يعني؟ قولي لما كانت مغامره صحفيه وتحكي عليهم بكلمتين، ما هو كلام لعبتك. احترم نفسك. انا اسف، عندك حق، انا فعلا بني ادم مش محترم، بس انا ممكن اريحك مني خالص ولا اشوفي خليتي كمان. بس تقولي انت جبتي التسجيلات منين؟ يا بني ادم افهم، التسجيلات دي اتبعتت لي على المكتب، مش عارفه من مين. وانا المفروض اصدقك. تصدق ما تصدقش دي مشكلتك مش مشكلتي. اسمعي، انا هديلك فرصه اخيره، بس تدوري لي على الشبح بتاعك اللي بيتبعت لك الحاجات ديت، وتقولي لي انا عايز اشوفه. سوري، الملفات بتاعتك كلها تحت ايديا، وانت عارفه كويس فيهم ايه. البير لمصلحتك قبل مني، اوعى تنشر اي حاجه تانيه، هيبقى خطر على حياتك. خايف عليا قوي؟ اسمع كلامي. اسمعي انت كلامي، قولي انت جبتي التسجيلات منين؟ قلت لك معرفش. معرفش. يبقى انت اللي اخترتي. ما انت عارفه انه اتنايل هرب امبارح وقال بعت لي صاحبه عشان ياخد ابنه، بيستعبط. وحتى لو صاحبه عرف تفكري هيقول لي، انا لو اعرف هو فين ما استناش ثانيه كنت بلغ. ما الموبايل في ايدك، ما بلغتيش ليه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ زمان ما كانش عندي غير 3 ازايز، كنت بجيب لك واحدة في عيد ميلادك والتانية في عيد جوازنا، والتالتة كنت بديها لسليم عشان يديها لك في عيد الأم. النهارده ما شاء الله عندك ولا 30 إزازة. بس مش شايفة إنه تمن رخيص شوية عشان تبيع نفسك بيهم؟ ومين قال لك إنه تمن رخيص؟ يا حبيبي اللي أنت شايفه ده، أنت ما كنتش تقدر تجيب لي ربع. لا كنت أقدر أعمل أكتر من كده كمان. أمال ما عملتش ليه؟ عشان أنت ما تستاهليش. كل بني آدم جواه خير وجواه شر. أنت شر بس. ميرسي يا بيبي. بيبك؟ اضحك. أنا بس عايزة أفهمك حاجة صغيرة قوي. كل اللي أنت شايفه ده ما يجيش أي حاجة جنب اللي عندي. آه طبعًا. لسه في عربيات وسفر وحسابات في البنوك قد كده. كويس إنك عارف. لا عارف. وأقدر أرصدهم لك بالمليم كمان. بس مش عايز عشان خايف عليكم. عارفة ليه؟ عشان التفتيش والتدوير في المستخبي عامل زي بكرة الخيط. تمسكوا أوله البكرة كلها تكر، وانت جوزك بقى ما شاء الله مليون واحد نفسه يمسك البكرة دي. ده ايه البجاحة اللي انت فيها دي؟ انت جاي لنا بيتنا يا حبيبي بتهددنا ولا ايه؟ لا خالص، انا جاي عشان اوريك ان جمال الجبالي يقدر يعمل اي حاجة هو عايزها. انا لو حطيتك انت وجوزك في دماغي هرجعه شحات وحافي، وانت بقى تلفي بشوية البرفانات دول في الكافيهات عشان ساعتها تعرف ان مالهمش اي قيمة. صحيح، بطلي تملي دماغ الواد بكلام عني ملوش لازمه، ولما ابويا يطلع من المستشفى تقولي له الحمد لله على السلامه وتسلميه الواد عشان ما يكونش في زياره تانيه، وساعتها اكون اخر زياره. مش هتلحق يا جمال. عارف ليه؟ عشان هيكون اتقبض عليك يا حبيبي. ولا انت نسيت ان انت ارهابي ومفجر كنيسه؟ طب طالما ان انت متاكده ان انا ارهابي ومفجر كنيسه، شكلها يبقى في زياره تانيه، بس هاجي عشان افجر دماغك. دخلنا ازاي؟
فكر دماغك انت ان شاء الله. عارفه ان عينيكي حلوين قوي. تعالى امي كانت دايما تقول لي بنتي يا نوجة انت عارفه اللي هيتجوزك؟ هيتجوزك عشان جوز الدبالي دول. انا اتجوزتك علشان انا عايز كده مش علشان الدبالي دول. وانت ما اسمكيش نوجة. ليه؟ ما هو نوجة هو دلع نجيب. لا انت من اللحظات دي اسمك حاجه تانية. اسمك مريم. الله مريم والنبي حلو يا سعلي. ده الاسم اللي اتمنيته في البنت اللي هحبها وانا حبيتك يا مريم. اي حاجه منك حلوه سعلي. انت حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. حلم بعيد كان نفسي احققه وانت حققته لي. بس في حاجه عايزه اسالك عليها. ايه؟ يعني انت حواليك ستات زي القمر وبنات حلوه قوي، اشمعنى انا يعني اللي اخترتني؟ انا اخترتك انت بالذات علشان انت غير كل الستات والبنات اللي قدامي. انت عامله زي الارض الخضراء شبه بلدنا اللي اتربيت فيها. كل ما عاوز ابعد اترمي بحضنها. ايه الكلام الحلو ده يا سيالي؟ كنتش عارف انك بتعرف تقول كلام حلو زي ده. ليه؟ يعني كنت دايما بشوفك مع بوب اخويا واقف مقشر كده وخشن وجد. اقول ايه ده؟ هو الراجل ده بيعرف يتكلم زينا؟ لا بعرف يا مريم. ايام ثانوي قبل ما ادخل الشرطه كنت بكتب اغاني واغنيها. وكمان بتغني؟ تغني غني وحيد. ماشي. ليه الدنيا جميله وحلوه وانت معايا وانت معايا. ده انت طلعت زينا كمان. شفت ازاي؟ وكنت بحب السفر قوي وكان عندي غية حمام. كنت بربي حمام. كانت متعتي يا مريم اطيره حر في السماء واقف اشاور له اشاور له لغايه ما يرجع وابيته تاني في الغية. سبت حريته واخدت منه الحبسة. حبسة ايه؟ بعد الشر عليك من الحبسة ده انت باشا. يلا عشان اروحك. حاضر. بس كنت عايز اسالك على حاجه كده يعني. قولي يا مريم. هو انت يعني مش ناوي تقول لاخويا بوبو اننا؟ بصي يا مريم، جوازنا لوحده مش ممتع. الممتع دلوقتي ان اللي بتعمليه بيحصل وانت خايفه وقلقانه. بنسرق متعتنا من وراهم كلهم من غير ما يعرفوا. هي دي المتعه. ولو عرفوا ماتت اللعبه. انت لسه شفت من كام يوم؟ ان شاء الله يكونوا كام ساعه. انا عايزك جنبي على طول يا ابني. انا جنبك وهفضل جنبك على طول يا حاج. طمنا عليك يا جمال، انا هموت من القلق. ما تخافش، انا مش عايزك تقلق، انا تمام وزي الفل. طمني انت عليك. اشرب يومين انت زعلان. كنت خايف يا ابني، كنت خايف لي يعملوا فيك حاجه. فين اهو؟ من قدامك سغسلين. انت ايه اللي جابك؟ أنا مش عايزك تجيني هنا تاني يا جمال، مش عايز أشوفك تاني يا ابني. للدرجة دي أنت زعلان مني يا حاج؟ يا ابني اعمل معروف، أنا مش حاملي إن أنا أشوفهم بياخدوك من قدامي مرة تانية وأنا واقف زي المشلول مش قادر أعمل حاجة. اعمل معروف يا ابني، اعمل معروف، أنا مش حاملي كده. مش هيحصل. وحياة تربيتك ليه ما يحصل ولا حد يقدر يفرقنا عن بعض تاني. أنا جاي عشان أطمن عليك. قول لي خلي بالك من نفسك وخلي بالك من سليم. وتعالي
ادعي لي يا حاج، انا محتاج دعاك قوي. قلبي ورب راضين عليك يا ابني، انا بدعي لك. بس طمني، انت ناوي على ايه؟ انا اتظلمت يا حاج، اتظلمت ولازم ارجع حقي. يا ابني ما تيجي نسيب البلد دي، نسيب الهم اللي فيها ونروح نعيش في حته تانيه انا وانت. وبعدين احنا ما احناش اول اللي عملوا كده ولا اخر. بتقول الكلام ده نور قلبك، عارف ليه؟ عشان ما رضاش لسليم يفضل عايش طول عمره موطي راسه في الارض، عشان اسمه سليم جمال الجبالي. معك حق يا ابني، معك حق. روح يا جمال دور على حقك وهاته، وربك هو الحارس يا ابني. جمال ما تنساش تعدي على امك تقرا لها الفاتحه، كل يوم بتجيني وبتسال عليك. اقرا لها الفاتحه وطمنها يا ابني.